من المفروض أن السبت الجاي تكون أول جولة من البطولة، ومن جملة المباريات مباراة الترجي واتحاد تطاوين. المباراة دي ربما تؤجل بطلب من اتحاد تطاوين. نحب نفهم الأسباب علاش هيئة اتحاد تطاوين الهيئة التسييرية تطالب بتأجيل المباراة دي. موجود معنا سيد عبد الحفيظ بوسار رئيس الهيئة التسييرية. سي عبد الحفيظ مرحبا بك. ألو، مرحبا سي عبد الحفيظ. الو انت في المباشر. مرحبا به، ماهوش في الاستماع. تنعاودوا نتصلوا بسيد عبد الحفيظ، نعاودوا يكون موجود معنا. ناخذوا الاسباب اللي تخلي الهيئه التسييريه لاتحاد تطاوين تطالب بتاجيل الجوله في انتظار الاولاد تعرفوا على الاسباب. امين، وقت اللي تسمع اخبار مازلنا معناها مازلتش البطوله والمطالبه بالتاجيل لاسباب تهم اكثر تطاوين، ما تهمش الترجي وما تهمش الامور التنظيميه بالنسبه للمباراه. باش نقولوا على بابك يا سخليفة، من المرسى بدينا المقطف لولا انه الوضع خاص في اتحاد تطاوين. لكن الحقيقه متاع ربي مع كامل احتراماتي للخيان في تطاوين واحباء اتحاد تطاوين، انا من اولي ضد التاجيل وضد معناتها انك تنحي الطيوح وضد التقسيمات. انا مع انه الكوره تتلعب وفق روزنامه محطوطه وفق معايير دوليه اللي ماشي بيها العالم اجمع. اليوم باش نوخروا جورني على خاطر اتحاد تطاوين، نعرف اتحاد تطاوين الكل يمر بفترة معناتها صعيبة ومازالوا كيرجعوا لونتريمون. لكن مع كامل احتراماتي وتعرف انا معسي الناس هذوما، لكن ما هوش سبب احترافي ينجم يخليك توخر اون جورني. نجم ناخذه بالخاطر، لكن الكرة او نيفو بروفيسيونيل ما فيهاش ماخذة خاطر الحقيقة متاع ربي. تو نفهموا الاسباب ولا التفاصيل. بدون التليفون جاهز، موجود معنا رئيس الهيئة التسييرية سي عبد الحفيظ بوسا، ناخذ من عنده تفاصيل. مرحبا سي عبد الحفيظ من جديد، تسمع فينا؟ مرحبا بك سيدي، مرحبا على موزايكا فام. اليوم طول ما كهيئة تسييرية اتحاد تطاوين قلتوا ماذا بينا ما نلعبوش المباراة الأولى ضد الترجي. لو نفسر الأسباب للجمهور الرياضي باش يكون فاهم وواعي بالضبط الطلب نتاعكم. أسباب طويلة شوية، لكن من خصائص الإيجاز خاطر الجلسة العامة وقع فيها إثارة بعد المترشح. الخيان لرئاسة الجمعية ولت هيئة تسييرية وقتية مش عارف مدة شهر ولا شهر ونص. تشرف على السيد الوالي. بالنسبة للإشكالية الكبيرة، الكبيرة هي موارد مالية. الأول العائق الوحيد للجمعية في الوقت الحاضر. الأسباب المالية تخلت تمنعكم أنكم تكونوا حاضرين، وهذا معلوم الشيء هذا. هل ثم مشكلة متاع تنقل مثلا للرادس لتونس؟ عارفين نفسروا أكثر الأسباب، نعرفوا الوضعية صعيبة وهذا معناه نقروا به ونعرفوا الناس كل، لكن عمليا هل بإمكان الفريق أنه يتنقل ويكون حاضر لمواجهة الترجي في أول جولة في البطولة؟ احنا بالنسبه للجمعيه عملنا الاكثريه، كل شيء عملناه، لونجاج عملناه، لاسيونس عملناه، الاجازات تقريبا 14 حاضرين كما ينبغي. نقول لك تبقى عندنا اشكاليات في الدولات اللي عندهم عقود متواصله، وبالطبع عملوا ما خصوش يطالبوا بمستحقاتهم تاع الموسم اللي فات. الاغلبيه كلها في كل واحد يطالب 15-20 ألف دينار باش يجي يمضي ولا بيجي يعدي الماتش الاول الثاني. معناها في الواقع هذا المبلغ، اذا كانت تضرب المبلغ هذا 20 في 25 ألف دينار في 10 ولا 15 تلقى واحد 200 ألف في 50 دينار، مبلغ كبير شوي بالنسبه للهيئه الوقتيه. اما غياب الدعم اللي موجود، ما فماش دعم بالتمام بالكمال، ما فماش. إذا كان هذا المشكل المادي وتأجل المباراة ووافقوا لكم على التأجيل، هل باش يحل المشكل؟ بالطبع نلقوا شوية وقت نفسه شوية ونلمدوا اللي نقدروا عليه. وجينا عندنا بعض الشركات وعدينا من هنا جمعة 10 أيام يلتزموا أن بيسبونا ولا يعطونا التسبق على المبلغ اللي متفقين عليه، كان ممكن يعاوننا على أن نواصل المسيرة إن شاء الله بحول الله، ويعطي كل حد مستحقاته ويجي صحة ويمضي ويترين على روحه. ثم نقص الجميع. قداش عدد من الملاعبية اللي ما يحبوش يجيوا يكونوا حاضرين؟ نعم، قداش العدد نتاع الملاعبية؟ معناها ثم في قرابة 11 واحد. واضح، معناها تحكي على اشطار فريق سينيور معناها. اي اشطار كابر بالطبع. دونك لأسباب مادية تعجزوا كونكم تكونوا حاضرين في الجولة الأولى في البطولة سي عبد الحفيظ، هذا هو. والله احنا بودنا وعملنا مراسلة رسمية باسم السيد رئيس الجامعة،
تو على اساس ان يعطينا مهله بتاع 10-15 يوم وخلنا نراجعوا فيها روحنا ونرمموا روحنا بصفه عامه وكو خاطر عندنا برشا نقايص صراحه. ما انا عندنا منع الانتداب المده اللي فاتت راس كيف نسوي لنا وضعيتك ايش اليوم اللامس هذا هو العائق الوحيد للجمعيه في وقت الحاضر. بالضبط. مشكور سي عبد الحفيظ بوسار رئيس الهيئه التسييريه لاتحاد التطوين لاسباب ماديه للملاعب يقول لك يشترطوا كونوا يكونوا فلوسهم حاضره باش يكونوا موجودين هذه الاسباب. امين تحب تعلق مش سبب فهمت شنو السبب المباشر معناتها فماش ملاعبي اللي ما عندوش نمبر تاع الجوهرات باش يلعب انا حبيت نسال ونقول له شنو السبب المباشر هو قال لك عندي 11 لاعبي ما فماش وقال عندي ملاعبي حاضرين نحبك تقول لي اليوم انه عندك مشكله ماديه باهي اوكي اما شنو لي ريبركسيون نتاع المشكله الماديه على السبب المباشر اللي يخليك ما تنجمش تكون حاضر في الماتش الاول اسكو ما عندكش نمبر نتاع ملاعبي يخليك تكون حاضر هو قال عندي اشتر فريق ما فماش هو امين امين يقصد اللي يعني عندكش جوهرات جونيور صحيح ما عندكش نمبر ما عندكش نمبر تنجم تكون بحاضر ولا تحب تكون انت حاضر بجوره معناتها بلي جوار سينيور فهمت لازم يكون فما سبب يبدو انه الفكره سامحني من يبدو الفكره كانوا يحب يكون حاضر بالليكيب تيب معناتها اليوم هو ما عنده عندهم لاعبيه معناتها في عمرهم جونيور سبور الكم موجود اما هو يحب يبدا بلاعبيه السينيور نورمالمون راهو مع كامل احتراماتي راهو الشروع في حل المشكله ذي كان مقبل راهو نعرف ومع ومتعاطف برشا مع اتحاد التطوين اما انا في شخصي انا تحكي علي انا راني ضد التاخير وضد ما انت هذا يتنحل الطيوح وضد الروبيشاج هذا الكل انا ضده تعرف انه عندك اشيونس تحضر روحك للاشيونس تعمل لي زيفور جيت معناتها روتار تتحمل مسؤوليتك الناس الكل اللي تبدا البريباراسيون روتار حتى ونيفو فيزيك ويبدا فما فلوس واحد الكل تخلصوا كاش في اول الموسم تلقاهم عملوا ديبي سيزون كاتاستروفيك ومن بعد معناتها اي سوربرين اما انك اليوم توخر ماتش جورني كامله توخر مع توخر ماتش معناتها مع الترجي التونسي اللي هو عنده مده يحضر على خاطر انت ماكش حاضر غدو مال كل فريق موش حاضر وكل فريق عنده ازمه ماديه زاد حتى هو يقول لك خويا وخر لي هو عمله مراسله رسميه للجامعه ومفروض انه في الطلب هذا يتم ويزيد يتوجه للترجي يبدو مازال ما توجهش للترجي والترجي صعيب كان يمشي يوافق على التاجيل وسامح سمعني اخر حاجه المشكل الكبير نتاع اتحاد التطوين هو مع شركات البتروليه خويا تزحزحوا شويه وحلوا المشكل عنده سنوات المشكله ذي والا فما حاجتين يا اليوم تخرج تقول راني انا معناتها ما عادش مستعد باش نعطي المونطون هذاك نعطي مثال شطر المونطون ولا اللي هو باش التطوين ما عادش تعاود لها اللي صاير عليها تو هذا واحد والا تخرج وتقول راني انا ما عادش باش نعطي فلوس لاتحاد التطوين خلي هما ينحيوا من مخهم انه ما عندهم فلوس جايه من الشركات البتروليه ويمشيوا يلوجوا على موارد اخرى ولا صحوا دي كونترا مش باللي بيت معناها لازم تكون حاجه مفعله على اوراق صحيت ولا كيما صاير توا في معناتها مع الشركات الكبار كسوا في البطولات الاخرى في الجزائر ولا حتى في تونس اللي صحوا ان كونترا نتاع لونغ ديوري وعندك الحق تي كونترول فلوسك عندك الحق تشوف فلوسك وين مشيت باه خلينا ناخذوا راي اولا خساره الحبات التطوين اللي صاير فيهم توا اللي موجود وحاجة أخرى بالله فاهم نحب نفهم حاجة هالشركة الشركات اللي وعدوهم باش يعطيوهم الجمعة الجاي يا أخي بريود الصيف هذه الكل ما صارش نيغوسياسيون هاو المشكل وين المشكل أنا عندي أنا أنت تو من الصيف كملت الشامبيونا ما تنجمش تنيغوسي باهي ما تنجمش تنيغوسي مع الشركات هذوما جيت تو في العشر أيام هذوما باش تلقى الحل فهمت ولذلك انا جو فوا كو مالوغوزمون انا نتصور حتى الترجي ماشي باش توافق وكما قال امين تو مازلنا في اول جورنيه ربي الاعمال عليك باش نبداو هذا ما خدت الخاطر وهذا نحي ما عنده جوارات وهذا عنده اشكال تاع فلوس مالوغوزمون تطاوين راهي ما تستاهلش اللي صاير فيها تو اول معلومه ياكد لنا حبيب الشعباني مرسلنا في تطاوين يقول ثم 8 ملاعبيه كهوي ترى سيغراف سيغراف وينهم لي جان سامحني وينهم لي جان تاع تطاوين هو امين توا علاش قبيله انا قلت لك على يحكي لك على الجينيور والسبور او موا ليكيب بي والجينيور ما فاهم عندهم دي ليسونس تي او موا تبدا انت اول جورني باش تبدا تحب ولا تكره اي خلينا نبدا واضحين باش تربح الترجي انت في تونس ماكش تربح الترجي في تونس خلينا نبدا واضحين هاي كلارينات حتى كان يجوا جوار اللي جوار سينيور صحيح بالظروف البدنيه اللي قاعدين يمروا بها مو مش قاعدين يترناو بداو بريباراسيون قبل الجمعه جمعتين معناتها ماكش باش تربح الترجي هاي خلينا نقولوا ماكش باش تربح الترجي على الاقل انت شارك هذا ما نعرفش انا نمشي ب 14-13 ملاعبي شارك في في في, في الجوله الاولى وانتر تاني جوسي على اللي تحكي عليه وربما تكون وسيله ضغط اذا اسامه للناس لي سبونسور للناس اللي هم امر اتحاد طويل انا باش تعطي فهمي ثلاثة شهور
يعني من اللي فات البطولة وبريباراسيون ما راهو الجمعية الوحيدة ما عملتش بريباراسيون راه الجمعية الوحيدة يعني موا تو باش تجي في العشرة ايام هذوما والسيد قال تو نحترموه قال جمعة داخلة باش تدخل لنا فلوس يا سيدي يبدا برمش يلعب الجونيور ايش المشكل هذه وهذه ربما يأثر على الترجي يقول لك انا نحضر الترجي زاد يقول لك انا عندي مباراة مهمة نحب نبدا لونتامي السيزون تاعي عندي ماتش في الشامبيونز ليغ وعندي مباراة احتفالية مع جمهوري نحب ننزل التروفي نتاع الشامبيون جوست نكمل مع تطاوين في 10 ثواني هذا درس للجمعيات الكل اللي هما بيدهم لا يتلهوا بالليجون نتاعهم ولا يصحوا دي كونترا للجوارات الليجون نتاعهم خاطر اليوم تلقى حكام 8 جوارات كونتراكتويل الاخرين تنجم ما ينجموش يعاولوا عليهم خاطر ما عندهمش دي دي دي, دي كونترا دونك هذا درس باش تبعد على الريكروتمون او ماس هذا يعطيوك 10 كما قالوا سامر فيت على جمعيه في عام عملت 29 ريكروتمون وين ماشي حبيبي وين 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 ماشي ما زلت تزيد وين ما زلت تزيد معناها فهمت كل عام 10 القانون يعطيك 10 يعمل 10 القانون يعطيك 8 تعمل 8 القانون اي ما هو كمان مالا يا خويا اللي تصرف الفلوس على الجون لين علاش علاش نصرف الفلوس على الجونيور وعلى الكادي وعلى السبوار علاش اليوم رؤساء جمعيات يقول لك تمشي باش تحكي معايا يقول لك احكي معايا في كل شيء كان على الجون ما تحكيش معايا هذا هو اللي صاير راه وانا بار كونيسونس دو كوز وصارت عليا ومع جمعيه يقول لك تمشي باش تحكي معايا يقول لك احكي معايا في كل شيء كان مع الجون ما تحكيش عليه اليوم الترجي التونسي شنو ذنبه حاضر ومحضر روحه باش يبدا الشامبيون نتاعو وكيما قلت يحب يهز التروفي ويحب يعمل ماتش به وعنده دي زيشيونس استنى فيهم سطر البروغرام تاعه مسطر الكالندري نتاعه شنو ذنبه اليوم جيت نحكي له ماتش انت شنو ذنبه شنو ذنبه الترجي وشنو ذنب اللي جوار انترناسيونال باش يعطوا له فوزي البنزرتي واللي هو شاد صحيح بالشامبيونه تلعب جورني الاثنين فهمت قبل الكيب ناسيونال شنو ذنبه موضوع هذاك علاش حابين نبداو بالموضوع هذا كل تعاطفنا مع اتحاد التاوين ومع مسؤولي اتحاد التاوين لانه مسؤوليه ما هي سهله لكن ديما ماذا بينا مصلحه كره القدم التونسيه ويلقاو حل ان شاء الله التاوين يكون حاضر الفريق علاش ليه نهار السبت الجاي ونحكيو على كره القدم مباراه لحظات ونحكيو على النادي الافريقي ريكاب سبور النادي الافريقي ممكن الشغل الشاغل اكثر سؤال اللي يسالوه جميع النادي الافريقي هل تم رفع المنع وقتاش الوقت قاعد يمشي انتدابات بالجملة قامت بها الهيئة المديرة من أجل تطعيم الفريق بانتدابات جديدة برشا أسهل كل مرة تخرج رواية غير رسمية لكن قريبة من الواقع نحب نفهم بالضبط ونصف الأمور وسامة هل عندك معطيات في الموضوع حتى التوى وين ماشي الأمور بالنسبة رفع المنع حكينا مع شكون فهمي الهيئة المديرة أي بنسير إن شاء الله بإذن الله الكونفيرماسيون اللي هي نهار الأربعاء نجم يكون نهار اثنين نهار ثلاث مي تو الكونفيرماسيون جات باذن الله نهار الاربعاء كل شيء تبدا الامور واضحه نجم يكون نهار اثنين نجم يكون نهار ثلاث لكن نهار الاربعاء سي اخر اجل اللي حاجه تفرح اللي كونه الكونفيرماسيون جات وقدامك انت فاهمي ولذلك نحكيوا على البريمير جورني للمنتدبين كل باش يكونوا موجودين ان شاء الله هذا خبر به جميع النادي الافريقي هو ممكن تعطيلات اداريه واللي كنا حكينا في هذيك اللي عطل شويه الامور هذيك هي تعطيلات اداريه لكن حتى مع كنت نحكي انا وياه المسؤول كنت نحكي انا وياه اللي كونه باش ما نقولوش نهار اثنين ولا نهار ثلاث قال لي نهار الاربعاء ينجم يكون كما قلت لك نهار الاثنين والاهم حاجه الجمهور النادي الافريقي هما لي ريكروتي يكونوا موجودين في اول جورني مين هي قولوا زوابع في فنجان نوعا ما لانه النادي الافريقي مازال في الاجال والفلوس توجدت وتعطات وتبعثت قاعد تبعث معناها بعض الجزئيات وسام اليوم يقول لك الهيئه المديره المصدر يقول لك ماكس نهار الاربعاء معناها ما نعرفش شنو تتعلق انت في الموضوع هذا شوف راه صعيب ياسر المسؤول والمسؤولين اللي يحطوا استراتيجي نتاع ريكروتمون يجيبوا ان انترونيو ترونجي انما شغلهم الشاغل بطبيعه فما ناس تخدم على ريكروتمون فما ناس تخدم على رفع منع الانتداب مازالوا في الاجيال سا سي سور ما تعرف الجمهور نتاع النادي الافريقي يحب الامور تمشي في صح يحب يرتاح وكابوس كبير تبع النادي الافريقي عنده سنوات ثم نزاح الكابوس ثم رجع دونك لازمك تفهم لي تام تاع جماهير النادي الافريقي البروبليم ذا اللي نتاع لي جوار قاعد يتحلحل بشوي بشوي كيما قال لك اسامه يقعد زاد البروبليم تاع فريق نصر حسين داي زاد كيما قال لك اسامه ما سافا متر اونكور 48 اور في اول ديبي دو سيمين كيما قال نهار الاربعاء نورمالمون يكون ترفع المنع هذايا وان شاء الله اخر مره معناتها الفرق الكبرى نتاعنا تلقى روحها في سيتياسيون كيما هذه ما راهو لسوس معناتها عادي باش البوبليك يلسوسي معناتها على حكايه كيما هذه خاطر ما يقول لك في الاخر انا جبت دي ريكروتمون تاع مع واحد الكل نجي نلقى روحي من بعد ما نجمش نلعب بهم عنده الحق يقول لك عنده هاجس الخوف موجود هاجس الخوف عند الناس كل احنا التوانس نعيشوا به هاجس الخوف احنا هاجس كامبين والخوف عايشين به لكن امين جوست حاجه واحده الجمهور النادي الافريقي راهو
نهار الاربعاء هذايا كما نقولوا فيها باذن الله حاجة كونفيرمي راه تنجم تصير نهار الاثنين، ما هو كم بالمصداقية مع مع موزايك قال لي أسامة خليها لنهار الاربعاء، لكن تنجم تصير نهار الاثنين نهار الثلاث، لكن نهار الاربعاء باذن الله كل شيء يجب يكون اخراج نهار الاربعاء معناه يكون يكونوا ترفع المنع ويكاليفي نادي افريقيا المتدبين نتاعو جدد منهم محمد شوكان لاعب الغاني هذا، اسامه اكيد لاعب اللي عندك فكره عليه، هل انت مع الانتداب هذا ممكن من اخر المنتدبين في النادي الافريقي؟ وي مع اون بلوس كيف كيف اوريزمون اللي كونوا لاجون نتاعو كيف كيف نعرفوا عنده عين كبيرة، اليوم كمل تروازيام فيزيت متاعه ميديكال إن شاء الله دي سي لندي صحح، ولعب أحكي عليها مين ديجا، ولعب يعني عنده كاليتي اللي فقدناها عنا مديدة في البطولة التونسية، وسمعت أمين البارح ذهلي ولو البارح كارين يعني ما عادش فهم هذي بيفو يبدا كولي للديفونس شد مد وكهو، فهمت هذا اللاعب هذا عنده خساره اخرى، ان شاء الله ان شاء الله باذن الله باش يشوف جمهور النادي الافريقي حاجه حاجه كاليتي باهيه. مع بقاء ايدو كنا حكينا المره فاتت على ايدو يخرج وقلت لازم يجي معوض، بالمعطيات هذيا ايدو ديجا ما جاش في اوفر قعد في النادي الافريقي، ويبدو انه هذا اخر انتداب، ما عادش نعلقوا على ايدو بقاء رسمي في النادي الافريقي يقعد في الافكتيف. شوف ايدو رقم تسعة، رقم تسعة في الجراند كلوب تو أنا نشوفه حتى في مصر حتى في الجزائر حتى في تونس صعيب سرق رقم تسعة تحقيق، ولذلك النادي الإفريقي حاول الكاليبر اللي حب عليه ما لقاهش، يبقى إيدو يعرف البطولة التونسية، أنا من رأيي إذا ما فماش مخير من إيدو، إيدو هو الحل في النادي الإفريقي. أمين النادي الإفريقي اللي معناها رسميا معناها أغلق الملف نتاع أنو سيفي حتى ملاعبي منهم إيدو، حتى حمدي العبيدي تحكي عليه وسط الجمعة ربما أنو زاد جيش أوفر يخرج، فتوجه الإدارة عنك متسيب حتى ملاعبي هذا توجه. جوست معناتها على شوكان خاطر سمعت ناس تحكي يقولوا فهمتش أنا بتقول لي الستات نتاع شوكان ارقام مضاعف، وين ارقام مضاعف في الجزائر يلقى روحو لعب 27 ماتش في الشامبيونات نتاع غانا اون مويان تاع 82 دقيقه بار ماتش، معناتها يلعبوا فيهم بالعظم 27 ماتش لعب في البطوله نتاع غانا في العمر هذا لاج دو 20 اش معناتها، معناتها هو خايب وما يعاودوا يلعبوه خايب ويعاودوا يلعبوه، وفي فريق معناتها يحب يلعب كامل لاعبيه الباهين باش بعد يسوقهم، دونك بارفوا راهو لي شيفر مش كان دي باس ديسيزيف وتاعد، معناتها لازمك ساعات معناتها ثم حوايج تاخذهم اون كونت سورتو كي يبدا الناتور نتاع الفريق سي ناتور معناتها تاع ايكيب تاع فورماسيون تكون وتبيع، تشوف في اللاج هذايا في البوست هذايا النومبر تاع الماتش اللي تري امبورطون، دونك مش قاعد ياخذ في دي كادو هذايا واحد، وسي تان تري بون بروفيل كيف وكيف بروفيل نتاع اوكبيلو، معناتها سون دو تري بون بروفيل وباهي برشا يكونوا موجودين في البطوله وباهي برشا في الشامبيون نتاعنا كي نرجعوا نجيبوا جوريت اللي نعاودوا نجموا نبيعوهم. بالنسبه للمهاجم شوف بالنسبه لحمدي العبيدي انا من رايي الملاعب يخذ بوكو تشانس بوكو معناتها برشا فرص خذا في النادي الافريقي مالوريزمون اشاك فوا احنا خلينا نقولوا دزينا معاه على خاطر ان جون جوور وان جون طالون كيما لي جون الكل في الشامبيونان لا عنده علاقه لا بالنادي الافريقي لا بالترجي لا بالليتوال، لكن للاسف الملاعب مش حاب يتغير حتى اخر ماتش انا كمشيت نتفرج حتى الكومبورتمون ما فما حتى تحس يا با اون فولونتي في الملاعب انه باش يتغير، معناتها ديجا انا حاس انه ما عملش حتى لوتوكريتيك نتاعو مش عارف شنو اللي ناقصو حمدي، نعرفوه احنا الملاعب نعرفو بروفيلو نعرفو السيستم نتاعو، شنو مونتاليتي شنو مشكلته دو شونجي سا مونتاليتي، اول حاجه اول حاجه راك تلعب في النادي الافريقي تلعب في فريق كبير دو شونجي دو مونتاليتي، راهو ما تنجمش شنو تحكي انضباط ولا تحكي كومبورتمون في التيران كومبورتمون حتى بالانجلي البادي لانجويج نتاعو معناتها توسكي كومبورتمون معناتها كوربوريل واحد الكل ماهوش اديكوال ماهوش مطابق للملاعب نتاع فريق كبير لازمو يبدلو لازم يتبدل في النقطه هذه، كان باش تقول لي انا ما تتبدلش ما تنجمش تلعب فريق امين بيه. خليني نحكي انا وياك في الموضوع هذا، انا نعرف الطفل انت نتصور نتذكر حتى في صغرك توه مسؤول وقف معاك ولا مسؤول عاونك ولا تتذكر من اسامي الانترنور شوف الحقيقه انا خدمت مع حمدي العبيدي، حمدي العبيدي وقت اللي نحن موجودين بون عرفت يمكن عرفت كيفاش نحكي معاه يمكن قربت له شويه يمكن ما نعرفش فما كلام اللي حب يسمعه ولا ما استناش باش يسمعه سمعته له يمكن
إيه بقى إلى إكسيلي فك الستة شهور هذوكم وكان ديسيزيف وقت اللي نحكيه على ود عمير بعد بقى ما نعرفش صار، لكن أنا نعرف الطفل عنده شخصية. خلينا نزيدوا حتى جمهور النادي الإفريقي مش لقريب لبعيد يعرف سلاء القراية معناها منضبط منضبط شوف البرة منضبط بقى راو ساعات ساعات يجيك مثلا ساعات يجيك لاعب حتى من كلمة كلمة راو تبدل فيه برشا حاجات كلمة ولا بخاف. أنا قلت لك أمين نحكي لك حمدي العبيدي سرتو هو بالذات راو صدقني أنا ما كنتش نعرفه قبل منيح كي قربت وشفته وحكيت معاه هك شفت يعني في ستة شهور ما شاء الله قدم ماركا وهزنا البلاي اوف وقت لي باك ليش نو يقصد هنا مين كمون قال لك لازم يبدل الفكر نتاعو ينجم يكون شوف وقت اللي جيت انا عنا عامين التالي الى في من عرش 19 20 ans توا امين كي يقول لك 22 مثلا ستاتوات ما عادش تقعد تستنى في مسؤول باش يهز لك المورال ولا باش يجي تدوا اسيمي هذا معاه فهمت لكن نرى اي واحد يتعدى بها ريت الفترة ذيك أي واحد يتعدى بها أمين يتعدى بها أنا نذكر شكون أول مسؤول في تاريخ من اللي بديت الكورة مد لي 5000 فرنك لتونا نذكر عام 91 ولذلك فما مسؤولين ساعات يجي يدس معاك حتى بكلمة طيبة هو يمكن وقتها يمكن أنا عرفت كيفاش نحكي معاه لكن توا سيتا لوي وأنا مع أمين سيتا لوي فنيا ناقصة أمين راهو تكون بريسك نجم يكون راهو أويدون كونكورونس لا ما احنا ليش أنا جبت لك على حاجة فنية توا ما جبت لكش على حاجة فنية سون بروبليم غادي معناتها تكنيك مود فل معناتها مليان وينجم يعطي النادي الفريقي برشا حلول كسوا معناتها القدام وعملنا اللي شفناه وكلنا قلنا راه ما يجيش انجور دو كولوار مي كان بارفوا اون سوليسيون دو ريشانج على اليمين ولا على اليسار السنة ما تحلمش باش تكون سوليسيون دو ريشانج على اليمين ولا على اليسار في معناتها لي ريكروتمون اللي صاروا انساه دونك السنة تي دو تكونسونتري على انك افون سونتر ولازمك السنة بالحق تو اكسلون دونك افون سونتر البلايص غاليه السنة عندك خضراوي على اليسار وتزيدهم يتمالك على اليسار على اليمين عندك سراتو باش تنجح صار عندك شو اسمه سرار في وزيدهم معناتها كيزومبي على اليمين اليوم تلقى روحك انت اون كونكورونس يا مع ايدو يا مع اتاكون اخر كان يدو باش يتباع دونك اليوم اوك قبل كنت فما اون سوليسيون دو رشانج كنت تخيل في مخك انك تنجم تكون على اليسار على اليمين اليوم عندك بلاصه واحده باش تلعب فيها انك اليوم افون سونتر لازم تكون انا افون سونتر دونك هاك سيدي كونسونتر تو على البوست هذايا كيما قلت انا حاول تسواني البادي لانجويج نتاعك معناتها الكوربوريال نتاعك الكومبورتمون هذا الكل ما عادش كيما قالوا سامي قبل عمرك 19 20 21 بيجي واحد يطبطب عليك يقول لك لا راه ما يصيرش ويموتيفيك توا سياتو انت لازمك معناتها تعمل الموتيفاسيون روحك اوتو موتيفاسيون نتاعك روحك لازمك انت بالحق تعمل اوتو كريتيك نتاعك روحك على خاطر مش اي واحد في العمر هذا يلقى روحه يلعب في فريق كبير سي با دونيا تو الموند نكملوا مع النادي الافريقي في نفس الموضوع اليوم بمحمد شوكان الغاني متوسط الميدان هل اغلق النادي الافريقي الميركاتو اسامه ولا مازال تعنيه المدرب والهيئه المديره انتداب لعبيه اخرى يمكن الحقيقه الجواب هذا ما نجمش نكونفيرمي يمكن توا حاليا النادي الافريقي فريمون لي بوست اللي مستحق لهم يعني صار فيهم لي ريكروتمون ينجم يكون تسكر الميركات وينجم يكون الحقيقه قريتها في البنك الحقيقه تعرف نحب فهمي لكن لا لا توا جمهور النادي الافريقي يقول لك باش مازال ناقص الديفونس موجود الوسط الشري لاتاكون يدو مقعد حمدي موجود كل ورات موجودين معناها نورمالمون ايكيب كومبليت زيت الخير في من فهم ده خلينا نشوف راي امين كمل ميركاتو نادي افريقيا بالمنطق هو في الكوتا ممكن كمل الكوتا اللي عنده لازم يعرضكم بعد ملاعب ولا زوز اللي تحت الكوتا يكونوا تريز بروفيل انتريسون ما نقولش ليه النادي الافريقي معناتها اللي هذوما اللي يكونوا تحت الكوتا معناتها ينجموا باش نجم تعطي اكثر كاليتي ودي جوار اللي عندهم ماج دو بروغريسيون خاطر ما تعرفش راه نجم يجي كان جوار اقل من 21 كسوا برا ولا كسوا في تونس ما تعرفش كيس كيف باس باسي ديما مادام الميركاتو محلول رابو يافوار معناتها دي سيربري دو لا ديرنيير معناتها دو لا ديرنيير مينوت كامافينغا راه جا للريال في اخر نهار حتى واحد في العالم في العالم كان يسخيل كامافينغا باش يجي للريال حتى واحد في العالم لقينا في كامافينغا في الريال وناس قال 18 سنه و 19 سنه كامافينغا جايبينه معناتها اش تعمل بيه فلوس تسيدي اليوم انا نشوف اش تعمل بيه الريال كامافينغا لحظات ونحكيوا على ملاعبي الحقيقه اللي ممكن وقت اللي مشى للترجي برشا تصوروا كونه باش يتطور لكن قعد لغز والمره دي مشى الاتحاد من جديد لحظات نحكيوا على اللاعب زيد مشبوه ريكاب سبور
زياد المشموم الظهير الايمن ضد الاتحاد الرياضي المنستيري رسميا في اتحاد تطاوين موسم 2024-2025 في اتحاد بن قردين. قلت اتحاد بن قردين بعد ثلاثه مواسم في الترجي وكان معناها في اوج العطاء نتاعهم مشى للاتحاد للترجي التونسي بالاتحاد. هل ترى كونه امين لاعب هذايا فشل في باساجه في الترجي تلك حدود الله ما نعرفش قعد لغز لانه قعد عامين كاملين عم لعب عام وعامين ما فماش ريحته زيد ما ظهرش شنو اللي صار؟ خرج من الاتحاد الرياضي المنستيري كابيتان هز معناتها اول تيت في تاريخ الاتحاد الرياضي المنستيري مع اللي هو وقت الكوب دو تونيزي. الساعة أول حاجة لازم الناس تعرف أنه عمره ما كان رير درو دو ميتي كان أتاكون كي طلع معنا وقتها أنجور دو كولوار على اليمين وقتها يلعب في دراغان أنجور دو كولوار على اليمين وشهاب الليل يلعب في ليكيب ناسيونال جونيور في الوسط يلعب في أرليور معناتها إنا جامي إيتي أن رير لاتيرال دروا جي مبعد في العام اللي وقتها الاتحاد الرياضي المنستيري طاح فيه العام ذاك الخايب برشا العام اللي طاح فيه الاتحاد الرياضي المنستيري وزياد وقتها يتي معناتها اون سوليسيون دو روشانج هو ريال دروا على اليمين وقت واجد السعداني كيف ما كانش ريال غوش لعب بالاتحاد المنستيري بزوز ماهماش دي زاري لاتيرول دو ميتي وخلصها كاش وقت بزوز ماهماش دي لاتيرول دو ميتي خلصها كاش ونيفو ديفونسيف. من بعد زياد باللعب بونتون كارير دروا ولينا نشوفوا فيه انا ريال دروا اللي معناتها كيبيرز في مستير وكابيتان تو. من بعد جات الفرصه باش يمشي للترجي التونسي مالوريزمون اول حاجه الساعه لا سوكسيسيون دي بليسور معناتها نمبر رهيب راه عمل نتاع دي بليسور في الترجي الرياضي التونسي اول حاجه هذه الاولى. ثاني حاجه الروندمون اللي كانوا يستناو فيه معناتها الترجي الرياضي التونسي في اوقات ما لقاهوش وجا زاد في بيريود خايبه برشا كان ذكر البيريود اللي خذا فيها راضي الجعادي والترجي طاح من الكوب مع مساكن وكل مره فتره صعيبه دونك الظروف ما خدمتوش وهو زاد كيف الظروف نحكي على الظروف اللي معناتها الظروف اللي نحكي لك فيها هذه واللي بليسور برشا وهو كيف ما نجمش زياد بالحق يعطي الشيء اللي استناو فيه جماهير الترجي التونسي واللي استنى فيه الترجي من اريير دروا. دونك هو يقول لك ينجم يقول لك انا لي بليسور لي شوا دي زونترنور زاد كيف ينجم راضي جعايدي مومون دوني كان معول عليه ومن بعد كي جا معين خذا على راضي ما عاولش عليه بالكل كيف معناتها حتى رايد بوجنيبه وقتها وبن علي زاد الشلاز لي شوا. دونك هنا ما شنو نقول لك معناتها الى مونكي اون غروس اوكازيون دو كونفيرمي في الترجي التونسي ما جيش لبرشا ناس جات الفرصه تو ان شاء الله يروبوندي في بن قردين خاطر زياد ستانجور كيما قال يحكي لك على اون ديور دي تيران وليد نظيف برشا نظيف معناتها نظيف بالباهي زياد ويستحق كل خير. انا متوقعت انه اوموا حتى في الترجي التونسي خم وقت مومون دوني يشوفوا معناتها اون شونس في بوست اخرى ما صارتش معناتها قعد معولين عليه كان اون طون كارير ارير دروا للاسف باساج معناتها مونكي في الترجي التونسي. زياد نتمنى له التوفيق في اتحاد بن مع اتحاد بن قردين. اسامه ملاعب كي قعد عام كامل ما يكورش ويصح كونترا مع بن قردين عامل برسك ما لعبش مع الترجي ينجم يعاود يلانسي كاريرو جوار ينجم مادام يترانا ديجا في ان غران كلوب ينجم لكن مره امين احكي موضوع على لي جون اللي كونوا اسرتناج اخرج برا امشي يلعب حتى ما امسي انت لعبت كابيتان كيب ناسيونال مينيم وكادي وجينيور وما لقيتش ما لقيت قدامك ان غران جوار اخرج يلعب. انا تو اللاعب هذا الحقيقه يعني كي تقول لي في 3 سنين في عامين ما لعب حتى مباراه عام ونص قول عام ونص إيه علاش انت ما طلبتش حتى انت بيدك يا اخوي فسخ العقد وتمشي تخرج تلعب كمل كونترا طول الاخر علاش شنو يعني كم تاع شهر تخدم في ستيك تخدم في واحد كم تعطيني يعني ناخذ في سالير ومبنك نعطيك اسامه 2022-2023 لعب 5 ماتشات في البطوله وزوج ماتش و13 دقيقه في الشامبيونز ليغ في 2021-2022 لعب 14 ماتش في البطوله وخمسه ماتشات في الشامبيونز ليغ هذاك هو معناتها في الباساج نتاعو في الترجي التونسي بريسك نحكيو على 26 ولا 27 مباراه باربو على كونترا 3 سنين شويه بالكل شويه على الاخر علاش كيما قال لك اسامه من الاول شفت روح ماكش تنجم شوف تنجم والله ديجا حكيناها هذه الموضوع حكيناها عملناها في موزايك راو 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 فما لاعب جاء للنادي الافريقي شاف اللي هو ما نجمش جاء طلب من الهيئه قال لهم فسخولي في اول سيونس دونترينمون وحكينا فيه اللاعب هذا ومشى ولعب وعمل كارير ولذلك انت جيت لان غران كلوب سي في كيما قال امين ماكش اريير دروا دو ميتي خذاتك الترجي على اساس لاتيرال ما مشاتش الامور تنجم تخرج ربما خمم في الاستقرار المادي الموجود في الترجي لان الترجي فيها كونفور
مادي معناها يقول لك نمشي هكا خسرش منه ومنه توا فهمت. هذه نصيحة للناس الكل، للناس الكل راهو حكينا فيها حتى على حراس المرمى حتى اللي مشاو للسعودية وكذا. شوف راهو ساعات الفلوس راهي تجي تجي، راهو شوف فما كارير قبل تنظم كاريرك، تعرف روحك انت وين، تعرف انت ماشي باش تلعب، اذا ما لعبتش مش تبدل الفريق. هذا زاد المشؤوم حاليا عمره 31 عام، ان شاء الله بالتوفيق للملاعب هذا اللي بالتوفيق للناس الكل للناس الكل، لكن خساره كما يحكي توامين يعني منضبط لبرا وكان الانترناسيونال وكذا وكابيتان وهز تيتر في المستير، تخسر هكا 3 سنين نقولوا 3 سنين حرام اللي ما نجحش فيهم. به لحظات ونحكيه على ملاعب قادم للنجم الساحلي. ريكاب سبور. مهاجم نيجيري موسى فيكتور إيسون ولا إيسون موسى فيكتور أتاكون راس حربة باش يمضي في النجم الساحلي من انتدابات الجديدة اللي طوال اللي كما نعرفوا موضوع النجم الساحلي رفع رسميا معنا الانتداب. هل النجم الساحلي في الطريق الصحيح من الانتداب هذايا؟ مين ملاعبي من عشرين معطيات اللي عليه شحيحة ملاعبي شحيحة بحيحة حتى نعرف عندك وسائلك الخاصة باش تاخذ معلومات ما كانش سهل والله العظيم خويا ضربة معلمية من هذي ما قينا عليه حتى شيء حتى بون الحاجات اللي قيناها مش لعبة نقول معناتها متكون به التكوين نتاعو متكون في نيجيريا في أكاديمية متكون في أكاديمية في نيجيريا بون كيما توجه في غانا في ديز أكاديمية كلهم معناتها البروبريتي تلقاها معناتها بريفي تلقاها شركة ولا تلقى واحد معندك ينفستي الفلوس نتاعو باش من بعد يبيعوا نفس اللعبية ونيفو دو لا فورماسيون ما نجموش نحكيو معناتها على الكاليتي توا في نيجيريا وفي غانا اون بريزونس دي زيترونجي الفورماسيون معناتها فيها كاليتي باهية لكن على مستوى لي باساج اللي من بعد غامض جدا معناتها البلايص لعب فيهم واحد الكل ما قوة لاجون يعرف كيفاش يجيب ولي تسالات فما حاجة واحدة حاجة واحدة انا خدمت كمدير رياض راهو فما اكاديمي تابع جي جي اوكوشا وصار باتصال من 2016 من 2015 كان باتصال مع منتصر لوحيشي ومن بعد كان باتصال مع يانا عنده اكاديمي والحقيقة كما يحكي امين ما نعرفش في نيجيريا يمكن الامور ما نعرفش كيف تصير حسيله غامضة على الاخر لكن نتصوره زبير والناس الموجودة تو مدام اخذوا القرار لعبة ذي هو نذكره مليح ملاعب دافيد أكبان اللي تعدى بالبطولة التونسية وفي في جنوة مشي يلعب في حمام سوسة معناه يقول لك ملاعب ربما يكون بروفيله كيف 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 هكاك وحتى نصيحة اللي جات المسؤول الإطوار معناه هو ما كيد راه شافوه فنيا يعني هكاك التواجه والإطوار يقول لك عنده مع اللاعبين النيجيريين كما ما عادش أنا نسميه بارا نتفكروا مليح اللي كان رأس حربة معناه النجم عنده مع اللاعبين اللي يكونوا من نيجيريا ولا من غانا يعني النجم عنده لي عنده ديزافونتور بهين مع لي جوار اللي جيو من نيجيريا لكن ملعب هذا اليوم ما جيش نخدم راه مشيت تفرجت مع ماتش ميكال اللي توال تلعب تو راهو في سوسه فوزي تو في سوسه نظرتي في سوسه راهو تو كونتر جيرزي راهو تو باش نبسي فوزي راه نتفرج على الماتش ما تصورونا من بعد يقولوا كيفاش والله يهبطوا سي فوزي يسلم على زبير بيا والشرميتي و اي ايش قلت فما ماتش تو كان جا الواحد اليوم ما يخدمش راهو موجود مستير سوسه حكايه فارغه معناتها 20 كيلومتر واحد راه زاد الترجي تلعب تو ماتش ميكال راك زاد راك مشيت تفرج في البارك اي معلش ليه معلش ليه خيمشي تفرجت على الترجي ماتش دي ماتش دي ماتش اوفيسيال البقلاوه ابجد ها البقلاوه بارك الله فيهم عندي انفيتاسيون بارك الله فيهم عطوني انفيتاسيون باش نمشي حاضر في الكاف شنو نعمل تو تو الواحد يا مين سكر الموضوع هذاك احكي لنا شنو نعملوا تو شوف الحقيقه مين بالله الموضوع هذا حكيت فيه انا ومين الحقيقه هو كان متقلق شويه انا نعرف السيد هذا السيد هذا الحقيقه اكتشاف عندي انا وراو جمهور الكوره في تونس راو انسان كوريكت وذاك علاش انا قبيله حتى في دخلك قلت المعلم ما قلتش انا نقولها كان الباب ما فهم علاش راه قلت المعلم مش على مش على تسكي تكنيك راه على العمله اللي عملتها حاسب انسان هذا الحقيقه يعني محايد لدرجه اللي يمكن الناس ما تعرفوش مليح لا عنده لا ترجي لا افريقي لا يخدم على روحه يخدم انسان كوريكت وكاو بالضبط هذه هي المسؤوليه ولازم يكون يتوفر في في المحل باش نكون معاه موجود راه في المباراه هذيك لكن لكن التزامات عندك لا لا مش التزامات كوم انا تو ما عنديش كهرباء ما تعرف ما عنديش كهرباء وبعد قلت خليه يمشي يمين وكا
بالاسباب لحظات بنحكيوا على اللاعبي الياس العاشوري مازال معكم في الكبس. مازلنا نحكيوا على اخبار الانديه التونسيه. بعد شويه نكونوا موجودين في ملعب رادس نعملوا طلع على ماتش الملعب التونسي وفريق جاموس من جنوب السودان. استاد المتقدم 1-0 في ماتش الليله. بعد شويه نحكيوا على الملعب التونسي لكن نحكيوا على اللاعبي الدولي الياس العاشوري اللي واصل التجربه بتاعه مع كوبنهاغ حتى 2028 بطريقه خاصه. فريق كوبنهاغ على طريقه تونسيه في ريستوران في كوبنهاغ تم التقديم تاعه بالكسكسي وبالديكور التونسي والجو التونسي الكل طريقه خاصه حبوا يقدموا بها الملاعبي. من عاش اسامه عجبتك الفكره ولا بيان سي ملاعب ياكل الكسكسي و... لا لا مش على العالم التونسي معناها ما هم حبوا. شوف شوف كون تو تامبوز في فريق راو يوفروا لك كل شيء ولذلك هما كي عملوا الكسكسي ولا ريستوران تونسي يعرفوا قيمة اللاعب. لو جاء اللاعب هذا متوسط ولا ما عندهمش رغبة فيه صدقني ما تسمع لي حد شيء. ولذلك أنا فرحت كي شفت التصاور سابخوف اللي اللاعب هذا قيمة كبيرة عنده في الفريق وعند الجمهور وتحب ولا تكره راو الأوروبي وكان يسوق. راو نذكروا صلاح نذكروا برشا لاعبين راو عملوا حاجات للاعبين مثلا المصارو ولا الديرية ولا التوانسة ولا المغاربة راو زبير بيا ما نساوش راو في أسرتا مامان في ألمانيا راو كابيتان مش كابيتان راو وصلوا حتى باش عملوا له واحدة يعني تمثال وحاتم الترابلسي للتو في الليكيب تيب في التاريخ تاع الأجاكس. ولذلك الناس هذوما يعرفوا يحترموا الكاليتي نتاع اللاعب. امين عجبك البريزونطاسيون تاع الرينوفيلمون تاع الكونترا تاع اوريجينال فكره اوريجينال يستحق الخير خاطر عمل دي ستات معناتها محترمين ومحترمين جدا انت تويلير معناتها بارونتير في وش لعب في كوبنهاغن كسوا في البطوله ولا في الكوب نتاع الدنمارك ولا حتى في الشامبيونز ليج في الموسم الفارط يلقى روحه معناتها عامل 13 ماتش في الشامبيونز ليج 778 دقيقه في الشامبيونز ليج الموسم الفارط لعب 29 مباراه في البطوله لعب 2 مباريات في الكاس الموسم هذايا منذ البدايه 6 مباريات 3 في البطوله وثلاثة في اليوفا اوروب كونفرنس معناتها ديجا دي ستات الحق نتاع ربي محترمين نتاع لاعبي تيتولير فارض روحه الفالور مارشوند نتاعو قاعده تطلع من موسم لموسم حاجه باهيه لنا احنا كمنتخب وطني تونسي واللي شفناه حاجه باهيه لنا احنا كتوانسا البريزونطاسيون الحق تقول عليه حاجه جديده معناها حاجه البريزونطاسيون فيها ترويج للسياحه في الدنمارك ترويج للسياحه التونسيه في الدنمارك ومولا الريستوران ايه سلكها في هذاك هو السؤال تو لا ديجا هو متصور مع ديجا حتى العاشوري في الانستغرام تاعو مهبط الكوليس نتاع التصوير ومول الريستورون موجود مع منحيو الجاليه التونسيه كل يعني في كل بلاصه في العالم. لكن تم سؤال العاشوري نتاع المنتخب مش العاشوري نتاع كوبنهاغن ولا العكس نتاع كوبنهاغ مش نتاع المنتخب بينزلنا من الناس عاشوري اللي فك بلاصه في المنتخب نعرفش اسامه شنو تقول عليه. شوف حكينا فيها برشا في برشا لاعبين اخرين ابار العاشوري علي معلول تاع الاهلي مش علي معلول تاع المنتخب. شوف يعني موفر له ظروف حطوا ان كونتر عامل انت ما نعرفش انا حتى المدرب الناخب الوطني راه شوف اللاعب هذا يلعب بوكو دو كاليتي لكن السيتوياسيون اللي يتحط فيها وراه ساعات نحطوا بريسيون على لاعب وساعات تمد له باس ولا تعمل شيما تكتيك نتاع بلوك با وتطلب منه وانت باش يعمل لك ديفيرينس راه تي بي با راه ساعات انت عندك ان بوين فور تخدم عليه. راه محمد صلاح في مصر راه شيما كامل شيما تكتيك تمشي من خروج الكره للدياغونال باش في الاخر محمد صلاح يكون ان كونتران فهمت باش يعمل ديفيرينس باش ترى محمد صلاح تاع ليفربول. نحن في تونس الحقيقه يعني منتخب ديما نحكي منتخب زعما الايطاليان وكذا هي والمواهب اللي عندك انت عندك دي جوار دو كاليتي شنو يعني نقعد نلعبوا بلوك با ويوسف المساكني جاب ربي تسمى منع
احنا نستناو في ملاعب اللي باش ياخذ اللي ياخذ المشعل كيما تو نتبسموا الخير في 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 ما شفنا في كيف اللي معاه الكوبي احسن كوبي شفناها في الشهر الاخرى كونتر ضد كرواتيا في التورنوا في مصر معناتها احسن كوبي نتاع عاشوري في البريود الثانيه وشفنا الشوط الاول ضد مع جلال القادري في الكوب دافريك اللي ضد مالي الشوط الاول هذاك معناتها هذوما لي دو كوبي معناتها اللي نذكرهم تو تو مع المنتخب مركبونتو بركامين معناتها لي بيرفورمانس مع المنتخب ماهوش كيما مع كوبنهاغ ضعف على الاخر وينجم يعمل خير بارشا من هكا فما حوايج صحاح كيما قال اسامه يفو متر الجور هذايا دون لو كونفور تكتيك معناتها تحطه في الكونفور تكتيك اللي ينجم يخليه يوظف الامكانيات نتاعو هذايا دون بار دوتر بار احنا خلينا نكونوا واقعيين مع بعضنا احنا عامل كيب ناسيونال ماهيش ستابل لا au niveau de staff technique لا au niveau de l'effectif on n'est pas stable معناتها حتى الانستابيليتي راهو تاثر على البيرفورمانس تو بجيم في السيف هوز ان شاء الله تصير الانستابيليتي وتركح تركح الامور وقت نجمو نشوفوا الملاعبيه نتاعنا هذوما لي دوي تكنيكمون لي بيرفورمانس ان شاء الله نشوفوهم وزاد راهو اشاك فوا شونجي لا ليست 6 7 8 6 7 8 كل مره راهو ما تنجمش اما سوا سير مع السي فوزي مش باش تكون هكا هذه الاولانيه ثانيا مع سي فوزي اللي كونه عنده حاجه اللي انا نعشقها فيه ما نقولش يعني يعطي يعني يحترم اي منتخب وكان لكن اللي تخوز اوفنسيف ولذلك اللي عنده كاليتي وكان باش تبان في البريود هذه ان شاء الله ان شاء الله نبارك مره اخرى العاشوري الكونترا الجديد نتاعو للتمديد حتى 2028 ولحظات نكونوا في ملعب راتس ريكاب سبور في ملعب حمد العقربي بنادس الاستاد في اول ظهور لي في تونس في المسابقه دي في كاس الكاف بعد الظهور اللي عملوا في جنوب السودان والعوده بالانتصار 1-0 احمد عداله في ملعب رادس ناخذ من عنده تفاصيل على التشكيله على الجو في رادس مرحبا يا احمد مساء النور فهمي مساء النور لكل مستمعي موزايكا فهم مرحبا بوسام مرحبا بامين بكل من معك في الاستديو بالفعل ملعب حمادي العقربي راس باش يكون شاهد بعد قليل 7 متاع العشية تنطلق مباراة في الملعب التونسي ضد جاموس من جنوب السودان الاستاد الساعة زوج حاجات فلاجرون الاولانية الساعة الصبور على اليمين مشيرة الفيراج بتاع الترجي التونسي رجعت تخدم واخيرا لانه بدلوها حطوا واحدة أخرى أصغر شوية ثم على مستوى الحضور الجماهيري ثم تقريبا 3500 مشجع وما زالوا مشجعين ملعب التونسي يتوافدوا على ملعب حمادي العقربي بيرات الملعب التونسي يواجه كما قلنا فريق جاموس من جنوب السودان حاليا دخول الملاعبين خلينا نعطي التشكيلة تغيير واحد مقارنة بمباراة الذهاب يهم لك سامي هلال في حراسة المرمى على اليسار نضال العيفي على اليمين هذه خلفة عثمان وترالي ياخذ مكان ادم عروس في تشكيله الاساسيه من دخل في الشوط الثاني في مباراه الذهاب كان صاحب هدف الانتصار في مباراه الفات 1-0 مع مروان الصحراوي وسط الميدان غازي العيد يوسف عمرو ريان السماعلي الشاب اللي عامل عليه ماهر الكنزاري التريو داتاكي من العاده بليل المجري زيد بريما اون بوينت وساجد الفرشيشي من غير ما نعطيه بنك الاحتياط فقط ملاحظه كما العاده لثاني مباراه على التوالي يوسف السعفي متوسط ميدان الملعب التونسي ومعه نصف العطوي المهاجم اللي تم انتدابه سنة من ترجي جرجيس زوز خارج القائمة كيما في مباراة الذهاب في المقابل تواجد بقية الملاعبين باستثناء طبعا محمد أمين زغادة اللي ماهوش كاليفي للكاف ويوسف توري بالنسبة لفريق جوبا الجودان مايلاك مليك ماوي في حراسة المرمى مع بواكيتا إيزاك إفرام إيبون واجو غوميز ألون تابان غوردون بنجاما لوتيليك وعمر مايكل ليفي جابرييل إيمانويل مايكل وإيمانويل بويوكي كوري هذوما الأسامي اللي أنا ما نعرفهمش ولكن هذيك هي تشكيلة متاع فريق جاموس من جنوب السودان ديك صحة أحمد جوست الحضور الجماهيري جمهور استاد لأنه ثم شوية قلق على المستوى البيعان متاع تكيات ما عرفش الحضور كيفاش كان الحضور كما كنت كما أشرت تقريبا ثم 3500 مشجع من جماهير الملعب التونسي اللي ما زالت تتوافد ثم تقريبا نجم نقولوا 3400 مشجع في الفيراج تاع الترجي الفيراج اللي مشير على اليمين في البقيه ثم تقريبا 3500 اجمالي هو عدد الجماهير الحاضره في الملعب ديك صح احمد ان شاء الله بالتوفيق للملعب التونسي امين سمعت التشكيله اليوم استاد كيف باش نكون نشوفوه في مواجهه جاموس بس بقيت الذهاب 90 دقيقه الاولى اللي تلعبت كيف مش كيفاش بنشوف كيفاش لازم نشوفوه لازم نشوفوا ان استاد تونيزيان دومينون ان استاد تونيزيان اللي الكره عنده ان استاد تونيزيان اللي ماركي اهداف ان استاد تونيزيان اللي حضر روحه للماتش اللي بعد ذلك اللي هو الماتش الحقيقي وهذا كيما قلت امس الباس اترافير انك تاخذ ليكيب هذه او سيريو خاطر يفو بروند ليكيب هذه او سيريو تحطها في بلاصتها باش تظهر بالحق انك روحك جاهز للليتاب الجاي للليتاب الصعيبه للليتاب اتحاد العاصمه وسام استاد
ثاني ظهور رسمي الموسم هذا، كيفاش تشوف زاد الملعب التونسي؟ شوف الملعب التونسي الحقيقه نسخه ماهر كانزاري نتصور بش كما شفنا تو اليوم، يعني فما شبان طالعه وفما شبان تو ماهر انجكتها في ليكيب تيب، لكن الحاجة الوحيدة اللي تقلقت تو كي سمعت اخونا عدالة حضور جمهور، يعني 3000 ثم معناها مش شوية الحقيقة شوية في مباراة تحب ولا تكره. ملعب تونسي سنين ما غايبة على الكوب دافريك الحقيقة شوية، فهمت؟ وذلك ماذا بيا كان حتى المباراة الجاية ان شاء الله كان تعدل الملعب التونسي يكون الحضور خير، خاطر راهو شوف راهو سيتانتو باش تتعدى ولا باش تعدي ماتش كبير، راهو حتى اللاعبين بيدهم راهو يحسوا بارفوا، ولذلك كي سمعت النومبر تاو الحقيقه حاجه ما تفرحش برشا. امين كنشوفوا التغيير اللي في اللاكس نتاع عثمان وترى يدخل مكان هذا معروس، والتغييرات هذه اللي عملها مير اسكو قاعد يلوش في ليكيب تيب، قاعد يفيكسي في ليكيب اللي باش تكون حاضر الموسم هذايا، والاختيارات محسومه ما نعرفش شنو اللي قاعد يصير على مستوى لي شوا، سورتو انه حكينا على برشا الولاد خرجوا من الملعب التونسي. وترى من عم ناول من وجوده في الملعب التونسي وما يقعد على البنك ويدخل الملعب التونسي الحق يلقاه ويلي بيرفورمون، ما نذكرش انا مره وترى محمد الدو دخل وما كانش معناتها بيرفورمون المره هذه في الماتش اللي تخل الماركه هو الهدف نتاع الانتصار، دونك لونترنور يباس معناتها بوزي دي كيستيون يقول لك هذا ويرجع لي بيرفورمانس تاع مناول، دونك اليوم يعطي اون شانس بعد خروج حمزه بن عبده مش ندير فريق سيسور، وانا دشت كيفاش ديجا ما لعبش هو تيتولير في ماتش معناتها ماتش اللي خطر بوتارا سي تامبيلي في ليكيب هذه ستانجور كادر، نتوقع انا الشارنيير سنترال بينه وبين الصحراوي هذه لا شارنيير سنترال لا بلوز اتوندو ا موان كو امور اخرى نتاع روندمون معناتها في لي زونترينمون اي تو. اما وترى سي تان جور ما نذكرش الملعب التونسي يستحق الوترى، وترى ما كانش بيرفورمون. ان شاء الله بالتوفيق للاستاد في مواجهته اليوم بدايه من السبعه، غدوه المستير الخمسه نتاع العشيه ضد اي اس اف سي تشادي. كلمه على المستير امين نجم نقولوا المستير غدوه باش تكون جاهز نفس اللي تقال على ملعب تونسي لازم ياخذ لو ادفيرسير نتاعو سيري وحضر حتى هو الاتحاد المنستيري الماتش الحقيقي في الدور بريليمينير والمباراه القادمه يترشح يلعب مع المولديه اللي هو بريتوندون للتيتر، دونك الاتحاد المنستيري احسن تحضير ليه انه غدوه ياخذ ليكيب هذيا تشاديه او سيري وكيف كيف يدومين لو ماتش نتاعو على جميع المستويات، ولازم يكون شوفوا اتحاد الرياضي المنستيري اللي يشد الكوره واتحاد الرياضي المنستيري اللي يسجل اهداف، هذا هو المطالب به على خاطر هذاك اللي نجم يطلع منسوب الثقه عند اللاعبين باش يخليهم حاضرين للتيست الصحيح والتيست الحقيقي. ان شاء الله بالتوفيق غدوه للمسير، نرجع للمباراه هذه كيف غدوه نرجع مباراه الملعب التونسي. نشكر برشا اسامه سلامة الحضور معنا اليوم، يعطيك صحه اسامه، شكرا لك، يعطيك صحه امين زياد طه. هكا نوصل نهايه الركاب.